أكد مجلس الشورى في بيان أصدره اليوم رفضه التام للقرار الصادر عن البرلمان الأوروبي الذي التي تضمن تجاهلا للجهود الكبيرة التي بذلتها مملكة البحرين في مجال الإصلاح الدستوري والسياسي والاقتصادي والاجتماعي ودعا المجلس خلال جلسته الأسبوعية التي عقدت برئاسة معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى البرلمان الأوروبي إلى مراجعة قراراته ومواقفه تجاه مملكة البحرين والذي تربطه به علاقة علاقات وطيدة ومشاورات وحوارات مستمره معربا عن اسفه لهذا القرار السلبي المستغرب من البرلمان الاوروبي استياء كبير خيم على اجواء جلسه مجلس الشورى اليوم بسبب البيان الذي اصدره البرلمان الاوروبي والذي اعتبره الساده الاعضاء تدخلا غير مبرر وغير مشروع في الشان البحريني وباعتباره ليس البيان الاول الذي يصدره البرلمان الاوروبي طالب الاعضاء ان تكون سياسه الرد مغايره اصدار بيان ضد بيان اخر أعتقد بأنه لن يجدي لأن هذه مجموعات مدفوعة الأجر دول مدفوعة الأجر مقرضة ولكن يجب أن نتخذ خطوات أخرى من خلال توطيد علاقاتنا مع الأفراد في البرلمان الأوروبي من خلال معرفتنا من هم هذول الأفراد الذين يتكلمون عن مملكة البحرين إن كانوا أفراد في المجال الحقوقي نتكلم معهم ما قامت فيه مملكة البحرين في بإثباتات في المجال الحقوقي إن كانوا يتكلمون على المستوى الأمني فلينظروا مملكة البحرين كيف تتعامل في المجال الأمني وكيف موجودة مؤسساتها الإصلاحية في هذه المجالات نحن نرد بمزيد من الإصلاحات التي نقدمها وهذه واضحة للعيان والمنطقة وللجميع أيضا ديمقراطية واضحة وهناك اقتصاد متعافى وهناك أيضا مواطنون مؤمنون بالمشروع الإصلاحي لجلالة الملك وفي ذات الجلسة تمت الموافقة على مرسوم قانون المرافعات المدنية بعد استعراض رد المجلس الأعلى للقضاء المرسوم بكل تاكيد هو يعالج ثغره مهمه جدا في التشريع وهو جاء طبقا للماده 38 من الدستور التي تجيز لصاحب الجلاله اصدار المراسيم اثناء غيبه البرلمان. المجلس اختتم جلسته بالاطلاع على تقرير وفد الشعبه البرلمانيه بشان مشاركتها في اجتماعات البرلمانين العربي والدولي. سهر عصفور لمركز الاخبار تلفزيون البحرين.